وصلنا وإياكم إلى الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله طيبين الطاهرين. تحدي جديد ولعبة جديدة من هنا من مدينة الغيظة محافظة المهرة. دائما فريقي الأصفر هذا الفريق الفائز دائما وأبدا. تحية للفريق الأصفر. أنا سأظل مع فريقي الأحمر، الفريق المتألق دوما رغم عين الحاسدين، ومعي الفريق الرائع والقوي. تحية الفريق الأحمر. طيب خليه يهدر، خليه يرقص، خليه يستمتع كيف ما اشتي. النتيجة هي التي ستحسم من هو الفاز. نتعرف على فريقي. حسين عادل. وليش يا حسين عادل عادك بتحكك راسك؟ صوتك حسين عادل. صوت حسين عادل. ايوة محمد عرفان. لا يا عرفان ما عرفت شدي اسمك سوا. صوت مشارك محمد عرفان. ها مشارك محمد عرفان. عرفان مهدي عبد الرزاق. مهدي عبد الرزاق. سالم عبد الله. رشيد أحمد. كمل تعرف فريقك. نعم. شوف الأصوات، شوف القوة. محمد سالم. عبد الله سالم. كلهم سالم. عبد الله سعيد. وأنا سعيد ومفرحان ومبسوط. ما بتجبنا سالم. محمد سالم. الله يسلمك. عوض أحمد. عوض أحمد. تحية لهم جميعا. والآن سنبدأ الجولة الأولى، تابعونا. طبعا أعزائي المشاهدين، التحدي كالتالي: معنا لوحين خشبيين، طبعا واحد من الفريق الأصفر وواحد من الفريق الأحمر، يصعد فوق اللوح الخشبي مسنب واقف. هنا عملية توازن، ينقله إلى الطرف الآخر ذهابا وإيابا، وأي واحد ما يسقط. ينقلوا أربعة لاعبين. أيوة، كل واحد على حبة. ياس هبة. أربعة واحد نفر هبة واحد نفر هبة. أربعة اللي يحملوا اللوح الخشبي يحملوا اللاعب. أي نعم. جاهزين؟ يلا نعد لهم يا جمهور. واحد. صوت. يلا بسم الله. يلا بسم الله يا شباب. ارجع. أعزائي المشاهدين، وكما تابعتم في المرحلة الأولى من الشوط الأول، كانت النتيجة لصالح فريقي الأحمر. والآن المرحلة الثانية من الشوط الأول، ولاعب آخر بلاعب آخر. تحية يا شباب.
أعزائي المشاهدين، المرحلة الثانية من الشوط الأول حسمها الفريق الأصفر. تحية للفريق الأصفر. الآن أعزائي المشاهدين، المرحلة الثالثة والأخيرة من الشوط الأول، من يحسمها هو الفائز في الشوط الأول. الأحمر الأحمر. واحد، اثنين، ثلاثة. حيهم، حي الأحمر. انتهى الشوط الأول وللأسف حسمها فريق أخي خالد، وإن شاء الله المرحلة القادمة سيحسمها فريقي الأحمر، وتحية للفريق الأصفر اللي أنهى المرحلة السابقة. الآن أعزائي المشاهدين، الشوط الثاني عبارة عن التوائر اللي بتشوفوها أمامكم. هذا التار بيدخل لاعب ودحرجة دحرجة دحرجة إلى هناك ثم رجعة إلى هنا. ثلاثة، اثنين، واحد. طبعا مثل ما تابعته في المرحلة الأولى من الجولة الثانية، فاز فريقي الأحمر. ليش ليش ليش؟ لأنه فريق الأخ خالد دحرج اللاعب سيرة وجاية وخالف قواعد اللعبة وهي ذهاب فقط، ولكن الآن فاز فريق الأحمر. تحية الأحمر. سنبدأ الآن نفس اللعبة والمرحلة الثانية. يعني ذهاب فقط؟ يس. واحد، اثنين، ثلاثة. مثل ما شفتم متابعينا الكرام، الجولة الثانية حسمت. ليش حسمت؟ لأننا فزت في المرحلة الأولى منها وفزت في المرحلة الثانية، لكن شوف، لكن هذه بينها خبر بيني وبينه الجولة الثالثة واللي حتكون. اشرحها للمشاهدين. الجولة الثالثة أعزائي المشاهدين عبارة عن الدبات هذه مفتوحة، يجلس اللاعب فيها واللاعب الثاني يسحبه إلى هناك ثم يتم تبديل. الجالس يقوم يسحب واللي بيسحب يرجع يجلس. انتبهوا، هذه المرحلة الثالثة والحاسمة. الثالثة والحاسمة. واحد، اثنين، ثلاثة. أعزائي
من الشوط الثالث حسمها الفريق الأصفر. الآن المرحلة الثانية من الشوط الثالث، واللي حتكون إن شاء الله من نصيب فريقي الأحمر. نعد لهم يا شباب. نعد يلا. واحد. يلا بسرعة. اطلع على الفيلم اللي يسحبه. المرحلة الثانية من الشوط الثالث حسمها فريقي الأحمر. طبعا أعزائي المشاهدين، المرحلة الثالثة من الشوط الثالث هي الحاسمة. لو هي الحاسمة فعلا تحدي بيني وبينك، أن تجلس وأنا أجلس وهم يسحبونا. وحيوا الأحمر. قبل ما نبدأ مشاهدينا الكرام، سيقدم هذه الفقرة الفنان المهري الرائع حمد. شكرا لكم يا جمهورنا العزيز. والآن تدرون من راح يتسابق؟ هم راح يتسابقون، شوفوهم منو معانا. يستاهلون. ايوه. والان نبدا المرحله الفاصله الختاميه. واحد، اثنين، ثلاثه. وشكرا لك. ومثل ما تابعتم مشاهدينا الكرام، انتهت الجولة الثالثة والحاسمة. وانا لن اعلن عن النتيجة، بل سيعلنها حمد. نعم، انك الفائز يا شيخ. يا تاريخ، يا قلم، يا حضارة، يا جماهير، يا مشاهدين، واللي ما قد فطرش لهذا الحين لا تفطر الا بعد ما تسمع النتيجة وتسمع انه الفريق الاصفر وقائدهم بنشر مثل الناقة في حال الطريق، واحنا انتصر الفريق الاحمر. تحية الاحمر. طبعا اعزائي المشاهدين والحاضرين والسامعين والجالسين والمسنبين، انا ما نش عند النتيجه ولا عند اللعبه، انا عند اني اشكر اخي حمد اللي شاركنا. الاخ الجميل الرائع هذا حمد، كيف شفت اللعبه؟ والله يعني الصراحه
خليتوا في الجمهور كلهم الفرح والسرور. يعني والله نشكرك وانا اشكرك ودمك خفيف والله. الله يسعدك. الله يحفظك ويسعدك. اضفت لك جميله للعبه. نعم والله. الله يسعدك بوجودك معنا. الله يسعدك. طبعا النتيجه الان اعزائي المشاهدين، المركز الاول والمركز الثاني. اعطونا الجوائز، اعطونا الجوائز. المركز الاول، المركز الاول 120 ألف ريال للفريق الأحمر. الفريق الثاني والمركز الثاني 80 ألف ريال، 80 ألف ريال. أعزائي المشاهدين نلتقي غدا بنفس الوقت ونفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الثاني أعزائي المشاهدين للفريق الأصفر 80 ألف ريال.